السلام عليكم ورحمة الله. تحية جميع الإخوان أصدقاء الطبيعة لين الطيور وطلع الإخوان وتشكر جميع الإخوان المتدخلين في هذا الموضوع. بالنسبة لهذا الموضوع اللي هو يعني نطروح يعني النقاش وكنشكر الإخوان اللي دخلوا في هذا الموضوع عطوني يعني المعلومة ديالهم التعامل ديالهم يعني مع الفراقين مع الفرقة. بصراحة التعامل يعني مع الفراخ يعني بعض الفطام وكل مربي كاين عنده واحد التعامل ديالو خاصه وكاين حتى بعض الانواع ديال اللي كناري اللي ممكن يكون واحد الاختلاف يعني في التعامل ديالنا باش غنتعاملوا مع هاد الفراخ يعني بعض الفطام لان كاين بعض الانواع ديال اللي كناري على سبيل المثال ديال التغريد كاين بعض الانواع ديال اللون وكاين بعض الانواع ديال الشكل لان ممكن يكون واحد الفرق يعني في التعامل وكاين بعض الانواع اللي ممكن يعني كيكون يعني التعامل ديالها يعني بحال يعني ما كاينش اختلاف وممكن ان شاء الله نقولوا بعض الطرق ديالنا خاصه اللي كنتعاملوا يعني مع الانواع ديال اللي كناري يعني ماشيش ديال التغريد وماشيش ديال اللون يعني الانواع ديال اللي كناري عادي اللي يمكن يعني نجمعوا بعض الاصناف وغادي نتعاملوا مع من طريقه واحده على سبيل المثال كاين بعض الانواع ديال الفريزي ممكن ندخلوا مع الكناري البلدي يعني ولا كذا يعني ما كيكونش شي اختلاف يعني في الانواع ديال التغذيه اللي يمكن يعني نقدموا لهم يعني من بعد ما كيكونوا مثلا يعني خلي هذوك الفرق مع الوالدين ديالهم يعني كيكونوا خرجوا من العش يعني هنا كيبقاو يعني مع والديهم طبيعه الحال يعني حتى كيتفطموا يعني حنا ملي كنلاحظوا ان يعني دوك الفراخ يعني تفطموا يعني كيحاولوا ياكلوا يعني الاكل بوحدهم ممكن كيكونوا كيهرسوا يعني حتى الزوان يعني هذه المساله يعني خصنا نركزوا عليها يعني ما نحاولوش نهزوا يعني داك الفراخ الصغار يعني نفطمهم حنايا على والديهم نحطوهم بوحدهم يعني قبل ما يكونوا يعني كيعتمدوا على انفسهم لان هذه بعض الاحيان يعني كتقدر يعني تصاب دوك الفراخ بعض المشاكل يعني يقدروا يتوفوا ويقدروا يمرضوا لنا يقدروا بزاف ديال الحالات ولهذا يعني كنركزوا يعني على الفطام ديال هذا الفراخ اللي يمكن يعني نهزوا من والديهم يعني حتى كيعتمدوا على انفسهم يعني هذه هي النقطه الاولى يمكن يعني نعتمدوا عليها يعني هنا ملي كنشوفوا حنا يعني دوك الفراخ يعني يعتمدوا على انفسهم يعني وكياكلوا يعني بوحدهم وكيقدروا يهرسوا اللي كيف ذكرت يعني حتى الزوان كيهرسوه وكياكلوه بوحدهم هنا كنحاولوا نهزوا دوك الفراخ هي احسن طريقه اللي يمكن يعني نحصلوا على بعض الفراخ اللي بصحه جيده يعني وكيكونوا يعني صحاح ومزيانين يعني ممكن نعتمدوا عليهم يعني السنه المقبله يعني بالنسبه للانتاج هو كنحاولوا نوضعهم يعني على حسب الحاله يعني ديال المربي لكن عنده واحد السلاكه يعني استحسان هاد الفراخ كنديروا من نفس السلاكه باش الطير يعني كيطير مزيان وكياخذ يعني الصحه ديالو وكيكتسب يعني حتى داك العضلات ديالو يعني كيحاول يعني يبنيهم يعني بسبب يعني واحد الطياره يعني في واحد السلاكه اللي كتكون يعني الحجم ديالها كبير شويه. صراحه هذه نقطه مهمه يعني هنا كنحصلوا على بعض الفراخ اللي كيكون يعني في صحه جيده وكتعتمد كذلك عليها يعني في المرحله ديال الانتاج لان يعني هذه نقطه مهمه خص يعني الانسان يحاول يعني يوفرها يعني لدوك الفراخ ولا ما كانش الانسان مثلا متمكن انها تكون عنده واحد السلك على حسب يعني الحجم ديالو ممكن كاين بعض الاقفاص صراحه اللي حتى هما يعني كبارين شي شويه هي يستحسن كنديروهم كذلك يعني في دوك الاقفاص اللي كتكون يعني الحجم ديالها كبير شويه لان كل ما درنا يعني هذا الفراخ بعض الاقفاز اللي كتكون يعني الحجم ديالهم يعني كبيره كل ما هذوك الفراخ يعني كيحاولوا يتحركوا ويطيروا مزيان وكي يعني كيحاولوا يعني يبنيوا دوك العضلات ديالهم في الجسم ديالهم وهذه في حد ذاتها ممكن اني كنحصلوا اللي كنفكر على بعض الفراخ اللي في صحه جيده ولا حصلنا يعني على بعض الفراخ اللي في صحه جيده يعني كيتحركوا في دوك الاقفاز كبيره الحجم او في داك السلاكه مثلا بواحد الحريه هنا هذه في حد ذاتها يعني راه ممكن يعني هذوك الفراخ يعني كذلك يكسبوا يعني واحد المناعه يعني جيده وإلا كسبوا لنا يعني هذوك الفراخ يعني واحد المناعة جيدة هذه في حد ذاتها يعني راه ممكن يعني كتحمينا يعني هذوك الفراخ ديالنا يعني بشحال ديال الأنواع ديال الأمراض اللي ممكن يعني كيتصابوا بها لأن باش نتجنبوا الأمراض كيخص يكونوا عندنا يعني هذوك الفراخ يعني في واحد الصحة جيدة وتكون عندهم واحد المناعة قوية يعني هذه راه نقطة مهمة يعني خص الإنسان يرضيها البعنة ويحاول يركز عليها. يعني هنا ننتقلوا حنا للمساله ديال الغذاء لان بالنسبه للغذاء ما يمكنش حنا يعني مثلا دوك الفراخ يعني كيكون يعني تفطموا يعني مع والديهم على واحد الانواع ديال الغذاء اللي هي يعني كنا كنقدموها يعني حنا ملي غنهزوهم نديرهم في واحد السلكه او في واحد الاقفاز اللي هي كبيره الحجم كنحاولوا نبدلوا ديك الغذاء لان خصنا نستمروا على داك النظام الغذائي اللي كنكونوا كنقدموه يعني لوالديهم لان هما كيكونوا يعني متعودين على داك النظام الغذائي
وبطبيعه الحال بالنسبه يعني للزوان وديك الخلطه يعني هذه المساله كتبقى يعني المربي، لان المربي ما يمكنش يبدلها كذلك. ومثال ان هذاك الخلطه اللي كان كيقدم لوالديهم يعني كيبقى يعني مستمر بها يعني لدوك الفراخ، يعني بعض الفطام ديالهم يبتاك الاقفاز اللي يعني كبيره الحجم او في ديك السلاكات، لان حتى هذه المساله يعني خص المربي ما يحاولش يعني يبدلها، ان باش كيبقى يعني داك الجهاز لا 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 يعني الجهاز المناعي ديال دوك الفراخ يعني والجهاز الهضمي ديالهم يعني كيبقى يعني غادي مع داك النوع ديال داك النظام الغذائي، ما كيقدرش يعني يوقع فيه شي مشكل، لان حتى هذه راه نقطه مهمه يعني خص الانسان يرد بها البال وما يحاولش يغير يعني النظام الغذائي يعني دوك الفراخ يعني من بعض الفيطام ديالهم. وبالنسبه يعني للغذاء اللي كنكون يعني كنقدموا عليه لهاد الفراخ، يعني بالنسبه للزوان والحبوب الاخرى يعني كتبقى المسائل اللي هي عاديه، يعني كيكونوا داكشي يعني فداك دوك لي موجوار اللي كياكلوا فيهم يعني دوك الفراخ. كذلك ومثال كاين واحد النقطه اللي هي مهمه، يعني بعض الاحيان راه ممكن يتسبب لنا بعض المشاكل، هو يعني فاش كنديروا يعني هاد الانواع ديال لي باطي او الانواع ديال الخضار اللي كنقدموا يعني لدوك الفراخ، لان كنكونوا كنقدموا لهم واحد الانواع ديال لي باطي والخضار اللي كتكون رطبه باش دوك الفراخ يعني كيكتسبوا يعني واحد المناعه يعني وكتنفعهم يعني في الجسم ديالهم، لان حتى هاد الانواع ديال هاد مثلا هاد العلافات اللي يمكن نديرو فيهم هاد الانواع ديال هاد لي باطي وهاد الخضر، هي يستحسن يكون بعد الانواع ديال هاد العلافات يكونوا كيركبوا يعني في الاقفاص يعني من برا، يعني ما نحاولوش نخليو يعني واحد المكان اللي فاش يوقفوا هناك الفراخ مثلا وتبرزوا على داك لي باطي ولا على داك الخضر، لان هذه في الصراحه راه في حد ذاتها حتى هي بعض الاحيان يعني كتكون يعني سبب الامراض ديال دوك الفراخ، ان هادوك الفراخ يعني كيوقفوا يعني فوق دوك الطويصات ولا فوق دوك العلافات، يعني كيبداو ياكلوا دوك الباطي ودوك الانواع ديال الخضر وكيتبرزوا يعني فوق منها، ومن بعد كيمشيو كياكلوا كذلك عاود داك الشيء اللي كان مخلط مع داك يعني داك الباطي وداك الخضر، لان هذه راه ممكن كتسبب لنا بعض الامراض، لان هذه خص يعني هنا المربي يركز على شي امور اللي يمكن يعني الطير يعني ما يوقفش فوق منها. يعني على سبيل المثال راه ممكن كنديروا دوك العلافات ديال الاقفاز اللي كتركب يعني من برا، هادي في حد ذاتها كنخليه واحد يعني كنخليه واحد العدد ديال العلافات مثلا كنخصهم يعني لهاد المساله ديال هاد لي باطي وهاد الخضروات، يعني هنا داك الفراخ يعني كيخشيو الراس ديالهم وكياكلو وما كيجبد يعني راسو، يعني هنا ما عندوش كيفاش يدير مثلا يتبرز يعني فوق داك الاكل. هادي راه نقطه مهمه حتى هي يعني خص هنا المربي يرد ليها البال ويركز عليها. وكاينه واحد النقطه اخرى حتى هي يعني مهمه خص يعني المربي يرد ليها البال، ولا هي يعني العدد ديال الفراخ اللي يمكن يعني نديرو في داك الاقفاز او في داك السلاكه، لان بصراحه ما خصناش نكثروا يعني واحد العدد كبير ديال الفراخ، لان هذه في حد ذاتها بعض الاحيان يعني كتقدر يعني تسبب لنا يعني بعض المشاكل يعني حتى على التغذيه اللي كنقدموا يعني دوك الفراخ، لان ممكن يعني هذاك اللي كيكون شويه يعني قوي ولا كذا يعني كياكل، والاخر اللي كيكون في الصراحه اللي بعض الفراخ كتكون شويه ناقصه يعني وضعيفه، هذه في حد ذاتها ما كتحاولش يعني تحصل على داك الغذاء الكامل اللي يمكن يعني يحميها يعني وزيني وتكبر يعني في صحه جيده. هذه في حد ذاتها يعني مهمه خص الانسان يعني ما يحاولش يعني يكثر ديال واحد الكثره يعني ديال الفراخ يعني في السلكه ولا يعني في بعض الاقفاز، الانسان يدير واحد العدد اللي هو يعني معقول سواء في السلكه يعني سواء يعني في دوك الاقفاز، يعني باش حتى دوك الفراخ كياكلوا على خاطرهم، ما كيكونش يعني واحد الشجار اللي كيكون بعض الاحيان يعني مع بعض الفراخ، لان بعض الاحيان راه ممكن يعني كتوقع يعني شجارات مع دوك الفراخ، ولا سيما يعني ملي كيكونوا كيكبروا شي شويه يعني من داك 40 يوم يعني الفوق، يعني هنا كيكون عندنا بعض الشجارات على الاكل وعلى الانواع ديال الورقيات مثلا الخضروات والباطيات، يعني هنا خص الانسان يرد البال وما يكثرش يعني من الانواع ديال الفراخ، يعني داك الاقفاز اللي ذكرت ولا في ديك السلاكه كبيره يدير واحد العدد اللي هو يعني معقول باش حتى هما كيبقاو يعني في صحه جيده، وحتى داك الريش ديالهم وداك لا فورم ديالهم يعني كتبقى يعني كما هي، يعني ما كيبقاوش يعني كيتشجروا يعني بواحد الشجار اللي هو يعني دائم، وهنا بعض الاحيان حتى داك الريش ديالهم يعني كيطير. وكاينه واحد النقطه اللي ذكرت يعني ديال الشجار يعني ما بين الفراخ، راه بعض الاحيان يعني ممكن يعني كتادينا يعني بعض الفراخ يعني للموت، يعني هنا خص المربي ديما يحاول يرد البال يعني لهاد الفراخ، لان كنعرفوا يعني الفراخ يعني في داك المرحله من 40 يوم يعني الفوق من 35 يوم الفوق كتكون فيهم يعني واحد كيكونوا يعني فضوليين وكتكون فيهم يعني واحد الغريزه سبحان الله العظيم، يعني الله اعلم، لان المساله لحد الان يعني ما كاينش اللي غادي يقدر يعطي شي معلومه صحيحه 100% علاش يعني هادوك الفراخ يعني كيديروا هاد الحاله، لانهم ديما كيبقاو يحاولوا يعني يمشيو لبعضياتهم ويبداو يتناسفوا، ولا سيما يعني كيمشيو للديل ديال بعضياتهم كيبداو يعني يجبدوا داك الديل ديال بعضياتهم
وهنا يعني بصراحة هذه المسألة بصراحة اللي ذكرت لها يعني مسألة شوية يعني غريبة، وما عندهاش شي أسس علمية أن شي واحد كيقول علاش هاد الفراخ يعني كيديروا هاد الحركات وكيمشيو يعني في هاد المسائل هذه. لأن ملي كتبان يعني في الديل مثلا واحد كيجبد لواحد واحد الريشة وكيخرج منها واحد شوية ديال الدم، يعني هنايا هادوك الفراخ كاملين ديما كيمشيو لديك المنطقة اللي كتكون يعني حمراء شي شوية وفيها واحد شوية ديال الدم كيخرج. هنا ديما كيمشيو كيحاولوا هما ديما يجبدوا داك الريش او يجبدوا داك الديل ديال داك الفرخ. يعني هنا خص المربي يركز ويرد البال يعني ويعتق الامر، لان ما حدو مازال يعني طري، لان هنا الا غفل المربي على هذه المساله ويقول هذه مساله عاديه، يعني راه ممكن هذوك الفراخ اللي كيكون يعني في صحه جيده ديما كيمشيو لداك الفرخ اللي كتكون فيه يعني واحد لاطاش ديال الدم مثلا من الديل ديالو ولا من الاجنحه، يعني كيمشيو ديما كيجبدوه وكينقبوه في داك المكان هذاك. يعني الله اعلم علاش كينقبوه، شنو هو الغرض من هذه المساله، يعني الله اعلم علاش كيديروا هذه الحركات هذه. خصنا نحيدوا حنا داك الفرخ هذاك، نحيدوه نديروه بوحدو نعزلوه، ما نحاولوش نخليوه مع دوك الفراخ الاخرى، لان غير يبان يعني شي فريخ مثلا فيها واحد لاطاش ديال الدم، لان تحيدات لواحد الريشه مثلا من الجناح ديالو او من الديل ديالو، يعني اغلبيه ديال الفراخ اللي كيتصابوا بهذه المساله راه دوك الفراخ الاخرين كلهم يعني كيمشيو لديك المنطقه كيبقاو ينقبوه او كيبقاو يحاولوا يمتصوا داك الدم، الله اعلم. ان هذه المساله هذه يعني راه مرارا وتكرارا، وهذا الشيء يعني جميع المربين كيعرفوا هذه النقطه. حنا داك الفريخ كنعزلوه وكنديروه في واحد القفص بوحديتو، يعني حتى كيتشاف وكيبر يعني داك الريش ديالو في داك المكان، وعاد يعني هنا ممكن حنا نردو عند دوك الفراغ. هذه نقطه مهمه كذلك، يعني خص الاخوان يعني يردوا ليها البال ويركزوا عليها. يعني الاخوان هذه المساله ديال هذا النسف يعني ديال الفراخ يعني مع بعضياتهم، وكاين بعض الاخوان يعني اللي كنسمعوا يعني بعض المجموعات كيقول ان تقدر دير واحد الطرف ديال القنبه يعني كتعلقوا في القفص يعني كيتلاو فيه يعني دوك الفراخ، او كدير يعني واحد الطريف ديال الجلده كذلك ومثال تقدر تدهنوا واحد شويه بالشحمه ولا كذا، يعني شحال ديال المعلومات كنسمعوا الاخوان اللي كيقولوها. ولكن يعني بصراحه انا شخصيا درت هاد الطرق ولكن لا جدوى منها، لان كتبقى هذه العمليه ديال النتف ديال البعضيات يعني الفراخ يعني كتبقى يعني قائمه. ولهذا يعني الحاجه اللي كنركز عليها انا هو غير كيبان لي يعني شي فريخ يعني تقاس يعني في الديل ديالو ولا في الاجنحه ديالو كنحيدو. هذه هي الطريقه يعني السليمه اللي لقيت فيها واحد النسبه ديال النجاح يعني بالنسبه لهذه الحاله ديال النتف ديال بعض الفراخ. يعني هذه هي الطريقه اللي لقيت يعني كتسلك. ما بالنسبه لها الطرق اخرى اللي كيذكروا بعض الاخوان ديال القنبه وديال كذا، بصراحه ما انا ما لقيتش يعني واحد الطريقه اللي هي يعني ناجحه 100%. الاخوان يعني الاخوان مازال نقطه اخيره اللي ما ذكرتهاش يعني في هذه المداخله ديالي يعني البسيطه، ولو هي يعني تقديم يعني الغذاء، يعني ما ذكرتش هذه الامور يعني وما سميتهاش يعني بالاشياء اللي يمكن يعني كنقدموا يعني للطيور ديالنا. بصراحه المساله يعني كيكون فيها واحد الاختلاف يعني ما بين المربي، هنا ما يمكنش يعني غادي يجي مثلا انا ولا كذا غادي نكون كنقدم يعني واحد الغذاء ليا بالنسبه ليا ممكن يكون يعني انا كنشوفه انه يعني مناسب يعني بالنسبه يعني الفراخ اللي عندي او على حسب يعني المكان فاش انا كنتواجد كذا، ولكن واحد اخر يعني ما غاديش يقدر مثلا يصلح له. لهذا يعني كتبقى يعني المساله ديال تقديم الغذاء يعني بالانواع ديالها، يعني بالحبوب يعني بالخضروات بالفواكه يعني بالباطي بالورقيات. هذه المساله يعني كتبقى يعني الاختيار ديال المربي، وهنا المربي يعني كيحاول يعني يركز على واحد الطريقه اللي كيشوف انها يعني الطيور اللي عنده يعني ودوك الفراخ اللي عنده يعني من بعض الفطام يعني كيكونوا يعني في صحه جيده، وما كيشوفش انه ما فيهم شي اعراض ديال بعض الامراض او يعني صحتهم ناقصه او كذا. غير المساله اللي غادي نقدر يعني نركز عليها هو الانسان كيحاول ينوع يعني من هذه الانواع ديال الخضر ولا الفواكه ولا الورقيات ولا الانواع ديال لي باتي. يعني لي باتي بصراحه كل واحد كاين اللي كيصوب هذا الشيء راسو، كاين اللي كياخذ يعني مصوبه، يعني هنا كيبقى يعني الاختيار المربي. والمساله اللي كنتكلموا عليها يعني ديما هو خص الانسان لا افراط ولا تفريط يعني لهاد الامور اللي كنقدموا يعني للطيور ديالنا بصفه عامه، لان ما يكونش عندنا واحد الافراط. الا كان عندنا واحد الافراط يعني غادي نقدروا يعني نطوفوا بعض الامراض يعني في الجهاز الهضمي كذلك. ومثال اذا كان عندنا واحد النقص يعني في التقديم ديال انواع ديال الغذاء، يعني الطيور ديالنا ما غاديش يكونوا يعني في صحه جيده. وكذلك ومثال يعني حتى هاد الفراخ اللي عندنا يعني من بعض الفطام ما غاديش يكسبوا يعني واحد المناعه. ولهذا خصنا نركزوا على التنوع الغذائي، وكذلك ومثال نركزوا على واحد النقطه اللي هي يعني مهمه، يعني لا افراط ولا تفريط، باش كنقدروا كنحصلوا على بعض الفراخ اللي في صحه جيده، وممكن ان شاء الله يعني يعتمدوا عليهم يعني في الموسم الجديد، يعني بالنسبه للانتاج ولا بالنسبه للتغريد ولا بالنسبه يعني للشكل. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.
تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.